وكش نعود نسمعك واعطيني اسم المسلسل توت سويت في تبع الموجة. تبع الموجة. لو غمضت عيني ومشيت لا طلعت فيه ولا حكيت يا ريتك ما جيت تحرم عيني غفوتك تلعب الصدف في لعبتك يا ريتني يا ريتني يا ريتني ما كنت لحظتها. أميلا نعم شو اسم المسلسل؟ اسمه لو واضح ومحناه القصة تفرجنا فيه المسلسل حلو باش يظهرني فيه التونسية ممتك يظهر لي ما نعرفش هو فيه برشا جنسيات ما نعرفش انتوكا نقيتنا الإجابة متاعك أمال خليك معنا حتى كشي الخمسة غداجين باش تعرف اسكو ربحت معنا كادو ولا بحق. مرسي أمال من جرومبالي عايشك مرسي دونك أول تليفون كانت أمال من جرومبالي وقالت لا مش أمال القاسمي أمال القاسمي أول مرة قالت ديريك تصوتها معناتها ما دونك قالت لو عندها مدة انتوما عندها مدة يطلب أمال القاسمي تطلب باس تسمع فينا اطلبنا نخلوك حتى نحكي معك اللي جابت الحلقون في المعرض سلم عليها برشا دونك أول تليفون الإجابة كانت لو انتوما إذا كان عندكم إجابات أخرى وإلا نفس الإجابة تطلبون على 72-328-500 في تبع الموجة تبع الموجة بلا دونك هذه ساعتنا لولا قبل ما نختم ساعة لولا نحب نصلح تصليح صغير غلطت غلطة قلت سلام مسيو في مهرجان بزاف هو غدوة سلام مسيو هو غدوة أنا دخلت بعدي اليوم عرض مزيان أنا واحدة من الناس السنة فيه قعدت نحكي عليه برشا عرض سعاد ميسي اليوم السنة فيكم في مهرجان بزاف ميسي وماسكيرانو الدولي هذه لي فيستيفال لليوم لي فيستيفال هذه التصليح نتاع لي فيستيفال لليوم سينو بالحق حكينا على أمال قسمي مسامعة وفية فما مسامعة أخرى وفية اليوم عيد ميلادها منير بالراحة وتفلا وتسلم عليكم الكل تسمع وانت حياه بخير تكلي من فمي تو فوالا حبيت نقول لك كل عام وانت حياه بالف خير جايز انيفرسير هاكا بصوتنا المره هذيا مونيا وان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك الكبير والباهي نهدي لك اغاني الحس كل سنه ربي يخليك مونيا باهي نهدي لك اغاني الحس اذا وصلني فوالا سعد المجرد ليت جو راجعين بعد الاخبار